بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة الصادق التعليمية. الفيديو بتاع النهاردة هو كمال الفيديوهين اللي احنا عملناهم قبل كده عن موضوع تقديم الاقرارات على النت، وانا هحط لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل هذا الفيديو. احنا في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنخش نقدر نسجل الاقرار بسهولة، مجرد ما بتخش على ضريبة الدخل بتلاقي انواع الاقرارات ظهرت قدامك. من بعد 15 واحد عملوا تعديلة فاجبروا او لازم تدفع اشتراك للبوابة علشان تظهر معاك انواع الاقرارات. فكمالا للفيديوين اللي فاتوا اللي انا هحط لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل هذا الفيديو، هنكمل الفيديو ده. يبقى لازم اسجل الاول او ادفع اشتراك البوابة. ايه اشتراك البوابة؟ ده اشتراك الشركة عاملاه ب 33 جنيه ونص بالنسبة للشخص الطبيعي اللي بيقدم اقراره واحد مرة واحدة في السنة، وده يبقى اشتراك شهري. يتعمل ازاي؟ احنا في الفيديو اللي فات كنا وصلنا ان حضرتك ليك يوزر نيم وباسورد، ارجع للفيديوهات اللي فاتت عشان تسجل. مجرد ما بتكتب اليوزر نيم بتاعك والباسورد بيدخلك على الشاشة اللي قدام حضرتك دي. انا هنا لو دخلت على ضريبة الدخل دي هلاقي اللي ظاهر لي عرض الاقرارات، ومش هيظهر لي معايا اختار سنة الاقرار، مش هيدهاني. ليه؟ عشان عايز يدفع يحصل مني ال 33 جنيه ونص مقابل الخدمة اللي هو بيعملها لي. بدفعها ازاي؟ بخش هنا على تابة خدمات، ومن تابة خدمات بلاقي في حاجة اسمها تجديد الاشتراك. تجديد الاشتراك بضغط عليه بيفتح لي هنا بيقول لي نوع الاشتراك. نوع الاشتراك ده لما باجي افتحه بيقول لي في سنوي وفي شهري. انا راجل بقدم الاقرار مرة واحدة، واحنا بنعمل الفيديوهات دي احنا عاملينها للناس البسطاء، لصاحب سيارة، لصاحب محل، الناس اللي انشطتها بسيطة، اللي بتقدم اقرار مرة واحدة في السنة. فعلشان التكلفة فاحنا هنختار شهري، هنختار الشهري. الشهري رسومه 25 جنيه زي ما هو ظاهر لي هنا، وبيقول لي بيضاف قيمة الاشتراك 14% ضريبة قيمة مضافة. هقول له طبعا انا موافق، مضطر ان انا وافق. هقول له سداد. بيقول لي انت عايز تدفع باستخدام البطاقات ولا باستخدام ميزة؟ الاول هنشوف الدفع باستخدام البطاقات. بتعلم هنا على الدفع باستخدام البطاقات وبتقول له استمرار. ايه البطاقات دي؟ الفيزا. البطاقات دي الفيزا. فلو انت حضرتك معاك فيزا ايا كانت لاي بنك، بتحط رقم البطاقة هنا اللي بتكون من 16 رقم، وده موجود على البطاقة من بره، وبتحط تاريخ الصلاحية وده برضو موجود على البطاقة من بره. بتختار هنا الشهر، لو دوست على البطن ده يفتح لك الشهر، ودوست مع البطن ده يختار لك السنة، ورمز الامان موجود على البطاقة برضو من ورا. طب لو ما معكش بطاقة، في فودافون كاش عامل الخدمة دي، بتكتب نجمة 9 نجمة 100 شباك. من تاني، نجمة على فودافون كاش، نجمة 9 نجمة 100 شباك. لو انت ليك حساب على فودافون كاش، مجرد ما بتكتب نجمة 9 نجمة 100 شباك بيبعت لك 16 رقم تكتبهم في رقم البطاقة، وبيبعت لك تاريخ الصلاحية بتكتب الشهر هنا والسنة هنا، وبيبعت لك رمز الامان. وفي حالة زي كده بيتعامل مع فودافون كاش كأنه بطاقة ائتمان. مجرد ما بتكتب الكلام ده وتقول له ادفع الان، على طول بيقوم رايح واخد الفلوس من فودافون كاش، ويبتدي يفعل لك انك تدخل الاقرار بالطريقة اللي هو المعتادة اللي احنا شرحناها في الفيديوهين اللي قبل كده. طب دي الطريقة الاولانية. الطريقة التانية ادفع باستخدام ميزة. ايه ميزة دي؟ ميزة دي الحكومة عملتها للناس اللي حتى ملاش حساب في البنك. الطالب اللي في الجامعة بيروح يدفع مصاريف، يقول احنا هناخد منك فلوس كاش، روح يدوله بطاقة باسمه، يروح يدفع يشحنها في البنك عن طريق المكن، ويحط فيها فلوس، ويروح الكلية ياخدوا منه بالفيزا المصروفات. الحكومة عاملة الموضوع ده للتعامل مع كل الجهات الحكومية. فلو حضرتك معاك البطاقة دي سواء معاك او مع حد من اولادك، بتختارها وتقول الدفع باستخدام ميزة، بعدين بتقول له استمرار. بيقول المبلغ 28 جنيه ونص، والعمولة 5 جنيه، يبقى اجمالي المبلغ 33 ونص. اقول له ادفع الان. بيظهر لي حاجة بهذا الشكل، بيقول لي دخل كارد نمبر اللي هو رقم الكارت، بدخله له، وبدخل تاريخ الصلاحية هنا هون، وهنا بدخل له رمز الامان اللي هو اخر ثلاث ارقام اللي موجود في الفيزا من ورا، وهنا بكتب له الاسم، والاسم بيتكتب بيتنقل زي ما هو موجود على الكارت بالظبط او على الفيزا بالظبط. يعني البيانات كلها انا باخدها من الفيزا. ادي هنا رقم الفيزا، وهنا نهاية الصلاحية بتاعته، وهنا رمز الامان بيبقى مكتوب على الفيزا من ورا، وهنا الاسم بيبقى مكتوب على الفيزا من قدام، بكتبه زي ما هو الكابيتال كابيتال والسمول سمول وبنفس الحروف، واقول له بي ناو. هنا بيحمل وبيحاول ان هو يروح يوصل للبنك،
وزي ما حضرتك شايف كده الشكل بتاعه بيختلف، بيقول لي بروسيسنج، بقول لي برجاء الانتظار. لو قبل منك هيقبل منك ويبتدي يفتح لك الاقرار وتشتغل تدخل اقرارك عادي وفقا للفيديوهات اللي انا هحط لك الرابط بتاعها اسفل هذا الفيديو. ولكن لو الشبكه تعبانه، لو في ضغط على الموقع، وارد تظهر معاك الرساله دي حدث خطا اثناء التنفيذ لما يتم التنفيذ المدفوعه، اضغط هنا للرجوع الى الصفحه الرئيسيه. لو ضغطت هنا بيرجعك تاني، بتدخل البيانات تاني وتدنك تعمل الموضوع دول لحد ما يقبل منك المدفوعه. بكده هيفتح لك تدخل الاقرار بتاعك. لو عجبك الفيديو لا تنسانا من دعائك والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.